وضع غير متوقع وجد فيه سكان العاصمة الخرطوم أنفسهم مع إعلان قوات المسلحة السودانية توقف محادثات وقف إطلاق النار مع الدعم السريع. في 21 مايو اتفق الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي دمرت في الاشتباكات، بالإضافة إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المستشفيات ومحطات الطاقة، فضلاً عن توقفها عن نهب الممتلكات السكنية والمساعدات الإنسانية. الوضع المتغير في السودان أثار قلقاً عميقاً لدى العديد من المدنيين بشأن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار، حيث اشتكوا من أن الاشتباكات دمرت حياتهم تماماً. والله الهدنة يعني ما استفدنا شيء، لأنه أول حاجة عشان المنازل بتاعت المواطنين سكنوا فيها الناس والمستشفيات. يوما تلو الآخر تتفاقم أزمة سكان العاصمة السودانية وتتضخم بعد أن تسببت الاشتباكات في دمار واسع النطاق بالمناطق السكنية في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين لها، مما أكبر أكثر من 1,650,000 شخص على الفرار من ديارهم إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان أو العبور إلى الدول المجاورة.